مشاهدينا بأربع ذهبيات وفضيتين المملكة تحظى بالمراكز الأولى بأولمبياد الخليج للرياضيات للمرة الثالثة على التوالي. الحديث حول هذا الموضوع وعن المزيد من الإبداعات لدينا في المملكة العربية السعودية، لدينا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن القويزاني مدير عام الأولمبياد الدولي في مؤسسة موهبة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك لكم وبارك للوطن والقادة هذا الشرف العظيم، وأشكركم على الاستضافة. أشكرك على وجودك معنا دكتور عبد الرحمن، وبالطبع نبارك لكم فوزكم وحصولكم على المركز الأول، لتحدثنا عن هذه المشاركة. طبعا بالنسبة للمسابقة أولمبياد الخليج للرياضيات، هذه السنة الثالثة اللي تقام فيها المسابقة. كانت المرة الأولى في دولة الإمارات، والثانية كانت في قطر، ولله الحمد في كل السنوات الثلاثة يعني كانت المملكة يعني تحصل على الرقم قياسي في كل مرة بتفوق على دول الخليج. طبعا المختلف في هذا العام أن انضمت دولة اليمن معنا في، وأصبحت سبع دول شاركت في هذه المسابقة. طبعا مسابقة الخليج يشرف عليها مكتب التربية العربي لدول الخليج، هو اللي ينظم المسابقة، لكن الأسئلة تضعها يعني يضعها نخبة من كبار مختصين في الرياضيات مثل الدكتور جيف سميث اللي مسؤول عن الفريق الإنجليزي، ومجموعة من المختصين من الدول العربية. في فروع الرياضيات الأربعة اللي هي الجبر ونظرية الأعداد والهندسة والتركيبات. تقريبا هذا أبرز شيء يعني في المسابقة الخليج يعني. نعم، طب إذا حدثتنا عن المسارات اللي فاز فيها أو فازت فيها المملكة، هناك أربع ذهبيات وفضيتين، ما هي المسارات؟ طبعا هو المسابقة في الرياضيات، ولكن بالتأكيد هناك مسارات يعني هو طال عمرك أو تخصصات معينة. المسابقة هي عبارة عن زي تقريبا الاختبار في الرياضيات، في أربع أسئلة، كل سؤال يمثل تقريبا فرع من الفروع اللي ذكرت لحضرتك قبل قليل. طبعا هم ياخذون الدرجة النهائية، فأربعة طلاب يعني ثلاث طلاب خذوا درجة كاملة 40 من 40. عظيم. والمركز الرابع اللي حصل على الذهبية أيضا خذ 39 من 40. وباقي الطلبة الاثنين اللي خذوا فضيات حصلوا على 30 من 40. والجدير بالذكر يعني ان افضل درجه حصل عليها دول الخليج كانت 27 من 40. يعني الطلاب هناك اكتسحوا، كان الست الاوائل هم كلهم من السعوديه، يعني الست الدرجات الاولى هي من السعوديه. طب كم كان عدد المشاركين، الطلاب المشاركين مع بعثه المملكه؟ 42 مشارك، 42 طالب وطالبة. عظيم. هي المسابقة من أصل كم متسابق شاركوا من دول الخليج؟ حوالي معليش ما فهمت السؤال. يعني كم كان عدد المشاركين من دول الخليج أيضا؟ هم كل دولة تشارك بستة يعني الكل 42 متسابق. أي نعم. عظيم. طيب دكتور، يعني لو حدثتني عن يعني طبعا احنا نبغى نعلن اسماء اللي فازوا، هل تحضرك اسماءهم؟ طبعا تحضرني اسماءهم. هم طبعا يعني المشكله في حساسيه بالنسبه لاسماء الطلاب، لانهم كل واحد يقول انا الاول، لكن هم بصراحه الثلاثه الاوائل يعني لو اخذتهم بالترتيب الابجدي يعتبر ابراهيم خان في المركز الأول، والأول مكرر الزبير حبيب الله، والمركز الأول مكرر شادن الشمري طالبة طبعا، والمركز الرابع مهدي الشيخ، والخامس مكرر ماجد المرحومي وعمار القطري. عظيم. هذول طبعا الست طلاب، هم من مختلف مناطق المملكة. يعني عندنا ايضا اولمبياد في الاولمبياد الاوروبي للبنات، تشارك في شاد مع نخبه من البنات معها في الاولمبياد الاوروبي، ونتمنى يا ربي يعني يفرحون ويفرحون الوطن ان شاء الله بنتائج جيده. نعم، المشاركين هم من مختلف مناطق المملكه. مختلف مناطق المملكه، نعم، يعني من الشرقيه ومن الحائل ومن مدينه ينبع.
عظيم. يعني طبعا احنا ذكرنا اسماءهم من ابسط حقوقهم انه نذكر اسماءهم ونهنئهم على فوزهم بهذه الميداليات، وطبعا تحفيز غيرهم من الشباب والشابات الله يديك الخير. والطلاب وايضا والطالبات. سيتم تكريمهم من صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل وزير التربيه والتعليم، وكان حريص جدا على يعني تفاصيل الامور اثناء اقامه المسابقه، والله يطول في عمره. يعني طلب منا ان يلتقي فينا في مكتب سموه في الوزاره، وهذا ان شاء الله سيكون قريبا، وسيكرمهم طال عمره بنفسه يعني في مكتبه ان شاء الله، يمكن الاسبوع القادم باذن الله. ان شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحمن القويزاني، مدير عام الأولمبياد الدولي في مؤسسة موهبة. شكرا جزيلا لك، ونبارك لكم طبعا من جديد.